go so loco, loco, make me go crazy. We would make a beautiful. ما تكونوا كلكم مزيانين، ما تكونوا بخير على خير، اموركم مزيانه، رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر وباش ما تمنيتوا. ما عنديش معصوب بزاف. المهم دونك الفيديو ديال هذا النهار غادي يكون مشترياتي الاخيره اللي طلبتوه مني في الانستغرام، فحطيت لكم هذا البوست هذا وكنتو متحمسين بزاف وقلتوا لي شاركي معنا المشتريات ديالك الاخيره، وقلت علاش لا ما نشاركهمش معكم. دونك بليز المشتريات ديالي اللي شريتهم اخر مره وجمعتهم كلشي في هذا الصندوق هذا. فالبنات الا باغيين تشوفوا شنو كاين هنا في هذا الصندوق تابعوا الفيديو حتى الاخر. واش باغيين تشوفوا شنو كاين في هذا الصندوق؟ لا. واش باغيين تشوفوا شنو كاين في هذا الصندوق؟ قلنا لك لا. واش باغيين تشوفوا شنو كاين في هذا الصندوق؟ تابعوا حتى الاخر. دونك البنات خديت ثلاثه ديال السراول، جوج ديال الجين وواحد توني عادي فاش نبقى نخرج ولا فاش نكون باغا نمشي نتسخر ولا. المهم اول سروال البنات اللي هو مام جين، هو هكا كيجي منا كيجي مزير، غادي نحط لكم شي تصويره ديالو هنايا وشحال ما هو هاو شحال ما كيزيد العراض. وهنايا في هاد الاتواش هادو اللي بحال هكدا، هو البنات ما كيجيش طويل، يعني ماشي بدوك الماونت جينز اللي طوال كيجيو هاودين على السبردينه، هذا البنات كيجي قصير. البنات حد حد هذيك الكعبه اللي كيوشي ما معرفش شكون. المهم البنات هذا سكتي صافي. المهم البنات هذا كيجي قصير، يعني ما كيجيش طوال هاود على السبردينه، هذا من نوع ديال الماونت جينز اللي كيجيو قصار، ما عرفتش سميتهم الماونت جينز هما اصلا، ولكن المهم البنات هكا كيجي البنات. المهم البنات هكذا كيجي وكيجيو هنا فيه شي قطعات، ما كيعجبونيش انا تقاطع دوك الكيبينو اللحم في غنها واحد الاتواش هكا باش ما يجيش السروال سامبل. وفوالا هكا كيجي. ثاني سروال البنات واللي هو كيجي غرينوار، هذا السروال هذا حتى هو بحاله ولكن هو طويل عليه، يعني كيجيو مام جينز ديال بصح ديال 1900 و200، دوك السراول اللي طوال بحال هكا با دريف. دونك هذا السروال هذا كيجي زوين صراحه، من الفوق كيجي مزير ومن التحت شحال ما شحال ما شحال ما بس احساس شحال ما هاوت شحال شحال ما هاوت شحال ما شحال ما كيعرض. وصراحه كيجي زوين حتى هو في هذا الاتواش هادو، ولا السلسله تهرسات له فخصني نصايبها حيت فاش كنت كنقيس وهرست السلسله ما هي مسكينه معنا سمينة تبرطو. المهم البنات هكا كيجي وكيجي منا من الفوق كيما قلت لكم سليم، ومن التحت كيجي عريض فكيتجي اللبسه فيه زوينه. البنات اللي ما زعمينش على هذا السروال غير زعموا عليهم كيجيو زوينين في اللبسه. دونك ندوزو لثالث سروال. ثالث سروال البنات اللي هو هذا، هذا توني ماشي سروال، هذا خديتو على هشام. دونك هذا السروال هذا التوني هذا كتجي فيه هاد الاتواش هنايا كحله، وهاد التويشيه هذه بيضه، دونك فيهم هنا نيكي، غنخلي لكم شي تصويره ديالو هنايا ولا باش تشوفوه مزيان. السروال هذا كيصلح للخرجات، كيصلح تكوني خارجه زربانه خارجه مسخره فوق ما بغيتي تقدري تلبسيه كاع في الدار الا بغيتي تلبسيه، وكيجي صراحه مريح وبارد، يعني ماشي ديال المشتى فهمتوا، يعني كيجي ديال الصيف ديال الخريف الربيع، فتقدروا البنات تستغلوه في هذه الوقيته هذه، وكيجي صراحه مريح وعجبني بزاف هذا السروال. بالنسبه للبنات اللي ساكنين في وجده غادي نحط لكم هنا المعلومات ديالو، البنات اللي بغاو ياخذوا بحال هاد التونيات هذا. سالينا البنات من السراول ندوزو للحوايج اللي كيتلبسو الفوق. خديت البنات هاد الشوميز هادي اللي في هاد اللون هذا الزوين، هو اللي كاملين كنقلبو عليه انا شحال وانا كنقلب على هاد اللون واخيرا شريتو. هاد لا شوميز هكا كتجي فيها هنايا هادي كيقولوا لها هاد وفي عرفت سولتوني عليها بزاف 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 في الانستغرام، ولونها صراحه زوين، واللي كيشوفني لابساها كيسولني عليها منين خديتيها. دونك هكا كتجي وفيها هنايا دي ديطاي زوينين، وحتى في اليدين هنايا كتجي مقبوضه هنا في اليدين فكتجي زوينه، كتجي زعما جيرلي فهمتوا. وحتى اللون ديالها كيجي زوين. فالبنات هذه انا كندخلها في السروال، فيها حتى هنا شي شراشف كندخلها في السروال، كديروا معها حزامه الا بغيتو ما ديروهاش معاها، وكتجي زوينه وكنلبسها مع داك الجين اللي بغيتكم في الاول، داك الجين الزرق كتجي واعره البنات، و داك الجين كيرد عليها. وفوالا البنات تقدروا تلبسوها حتى مع سروال كحل حيت فيها هنايا
الاتواج هذو في الكحل. يعني حاجه بالنسبه ليا هاد لاشيميز هذه صراحه ما كيجيش معايا انا بزاف الكحل وما كيعجبنيش نلبسو، ولكن هذه عجبتني هانتوما البنات، ما كيجيش معايا الكحل نهائيا، ولكن البنات حمقاتني وحيت مستوره، يعني تقدر تلبسها في الصيف و يعني هكا مستوره وبارده يعني خفيفه وهكا كتجي البنات فيها هنا الشراش، وضروري تلبسوا معها شي حاجه. دونك البنات اللي كيبغيو عشان المستور تلبسوا معها شي سوفيتمان ولا شي حاجه فكتجي احسن ما تلبسيها بحال هكذا. وهنا كتجي مشرشفه من التحت فيها الشراشف وفيها هنا ديك البريضه وكتجي زوينه. هذه البنات غادي تجي مع داك السروال اللي وريت لكم، داك السروال الثاني اللي كيجي غرين نوار غادي تجي معاه زوينه. و فوالا البنات هادشي اللي كاين بالنسبه للحوايج اللي خديتهم من الفوق، ما درتش حاجه اخرى. سالينا من داكشي من الكسوه حيت هادشي اللي خديت، ما خديتش بزاف ديال الحوايج. عندي هاد الصاك هذا اللي هو اورانج، زعمت بزاف على الالوان وهاد اللون البنات هذا صيفي بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم هاد الالوان ديال الاراكم البعيد. المهم هاد الصاك هذا شبيه ديال ديور كيما راه ماشي اوريجينال طبعا. كما قلت لكم هاد الالوان هادو كيجيو مع شي حاجه ماشي اوتفيت يكون كحل كامل، يعني مع ديك لاشوميز الكحله ومع داك السروال الكحل فغادي تجي زوينه بزاف حيت غادي تكسر داك الكحل كامل، وغادي يبقى الصاك هذا هو اللي لعب لكم على الاوتفيت ديالكم. فالبنات الا بغيتو نصائح ما تنساوش تكتبوا لي في لي كومونتير، نعطيكم نصائح ديال هكا الكسوه مع تلبسوا هذه مع هذه التنسيقات. المهم البنات كتبوا لي في لي كومونتير. كما قلت لكم انا ما كنتش كنزعم على هاد الالوان هادو، ولكن من خديت الحوايج في الكحل كاملين فقلت علاش لا ما ناخذش واحد القطعه اللي تغير ليا كاع الاوتفيت ديالي. دونك فوالا هكا كيجي هكا صغيور. انا ما كتعجبنيش هذه ما كتعجبنيش، ما عرفتش ما كتجيش معايا، رجع كتجي مع هاد القبضه هذه وانا كتجيني بحال غادي المقطعه نتسخر ضحكي. المهم كناخذو غير بحال هكذا كيجي زوين. المهم البنات هاد القش هادو صراحه ما زعماش نلبسهم، رجع كتزيد رجع كتزيد تحبطني باش ما نلبسهم، ما عرفتش معمل نلبسهم هادو. قولوا اقتراحاتكم في لي كومونتير، قولوا لي معمل نلبسهم عم نقدر نلبسهم، واش نلبسهم ولا ما نلبسهمش اصلا، واش نردهم غير ديال الدار. ف وين قشاف هاد البنات تقشيرات، قلت لي تقشيرات ما غاديش يجيو بزين راه تلبسهم. المهم البنات كيما قلت لكم ساليت من داكشي، باقي لي غير سبردينو ونعاله غادي نوريها لكم. فاول نعاله اللي هي حتى هي حطيتها لكم في الانستغرام، نعاله ديال الطال، اه ديال الطالو احلام غادي تشوفوها لابسه الطالو احلام والطالو مناسبه هاد لا انا غادي نلبسها مع السروال هادي، وما غادي نسق لكم شي حاجه مع السروال. واذا دير لهم لوكبوك وغادي ندير لكم لوكبوك تقدري تسكتوا ولا نفوت ليها تكوشي فوق سيري في حالك. شتو خطرات دير عليا راه تعبت عليا دابا هاد الزنيبيقه بغيت تشد عليا. المهم البنات على زياتها سكتي ماشي موضوع انا سكتي راني فوقي سيدي وي رجع ريحه بدي شوف. البنات انا غادي نوريكم واحد النعاله ديالي اللي كتعجبني بزاف. المهم انا عجبتني وشريتها هي في البيض، دايره بحال هكا وفيها الطالو، ها هي شفتوها البنات. المهم هي هكا، انا غادي نبقى نلبسها وغادي ندير لكم بها واحد لوك بوك وصافي. مهم غادي تشوفوني بها وغادي نبرحكم باللوك بوكات والفيديوهات. المهم راني اكتيف معاكم يا خوتي، تسناو الجديد. كنت تنضركم كرهم غير تزابونا. المهم البنات كيما قلت لكم هاد النعاله هادي اللي درت بها رجاء وتجرحات. تقدري شي واحد يعصب وتقلعيها من رجليك وتعطيها له للدماغ على الجرح والضرب كما قال هذاك. المهم البنات هاد النعاله هادي ما كنت زعما عليها نهائيا، فما عنديش شي حاجه ديال الطالو وقلت علاش لا ما ناخذ شي حاجه ديال الطالو. هادي البنات 37 بحال جاتني نيشان. البنات بغيتو ندير لكم شي لوك بوك ولا شي حاجه كتبوا لي لتحت في لي كومونتير. فرجاء الا خلاتنا الصبر قسما بالله هادي هي السبب، علاش كتقول لي غبرتي هادي هي السبب. والله انا اللي كنشجعها كتلعب كومونتير تكوني انت اصلا اللي خرجتي لي بداك الكومونتير اعداء النجاح. ما كتبغيش شوف انا كنهضر معاهم في الكاميرا بحال من قدام. الي هاد الاير فورس هادي زوينه بزاف وكنصحكم انكم تشريو بحالها حيت كتجي مع كاع الكساوي هادو، وتقدر الكساوي هادو
حيت كتجي كاع مع الكسوات، تقدر تلبسوها مع شميز بيضاء، تريكو بيض، تريكو في الموف، تريكو في الصفر، مع من مو كتجي زوينه. و فوالا البنات هادو هما اللي راهم خارجين في السوق، يعني ما خرجاش شي حاجه سبردينات زوين كيعمروا العين من غير هادو. انا هادو كيتقطعوا لي وكنعاود نشري بحالهم، ولكن صراحه زوينين. وهذا البنات كتبوهم يعني ماشي من داك النوع اللي كيتطوانا كونطخ شي حاجه تطوى هنايا من القدام وتبقى تدبر هنايا. فالبنات خذوها وعينكم مغمضين على ضمانتي. المهم البنات قال الحوايج هادو اللي خديتهم غادي نخلي لكم لاباج ديالهم في الانستغرام باش تجيكم سهله البنات اللي بغاو ياخذوا شي حاجه. بالنسبه للريحه البنات خديت هاد الريحه هادي اللي هي فلورال اولا الريحه ديال الورد. هاد الريحه هادي كتصلح للصيف للربيع، هي الريحه ديال الورد، شي حاجه ديال الياسمين، شي حاجه هكا يعني ريحه ديال الورد وصافي. البنات اللي كتعجبهم الريحه ديال الورد فغادي تعجبهم هاد الريحه. سميتها شيلون، هادي منا جاوني بغاو يقلدوا غوتشي في الباكيجين ديالها، وصراحه الريحه ديالها زوينه. وكما قلت لكم شي حاجه ديال الورد، شي حاجه ديال الياسمين، فانا كتعجبني الروائح اللي بحال هكا. دونك البنات خديت حتى هاد الساعه هادي كتجي بحال هكذا، كتجي صراحه زوينه، الداخل فيها بحال الرخام. المهم عجبني الشكل ديالها بزاف وكتجي كيوت. دونك هادي ديال ارماني، طبعا ماشي اصليه، ولكن كتجي بحال هكذا صفراء. ديوش على يدي البنات. المهم كتجي هكا صفراء. وخديت حتى واحد السنسله واحده اخرى، نيسله هادي اللي حتى هي زوينه. نيسله ابطي ابطي ديري فوكس. خديت البنات حتى هاد السنسله هادي، ما عرفتش واش كتبان ليكم، ولكن كتجي زوينه وكتجي في المنظر زوين. دونك البنات الا بغيتوها نخلي لكم لاباج ديالها وصافي البنات. راحي صاحبي حالتي كيفاش غنس سنطحشك ما راهش بال. بعد البنات خديت هاد النظر هادو للصيف، فانا ما كيعجبونيش النظر يكونوا كبار بزاف، وهادو صراحه عجبوني، ولكن من الاحسن يكونوا في الكحل. انا ما لقيتش في الكحل، خديتهم في هاد اللون هذا، فهكا كيجي نكون باينه كل حوله عندكم تما. المهم هكا كيجيو البنات، هكا كيجيو البنات، وتقدروا تاخذوهم هنايا، تقدروا المهم للصيف وصافي. هذا مكان صافي البنات، كان هذا هو الفيديو ديال هاد النهار. ما تبقاش تصور معايا خطره مرة واحد الروينه، وماشي انا راه مورايا الروينه، وغادي تقول اختي عافاك طويلي، اختي عافاك غطيني، اختي عافاك اختي عافاك، حتى غدا وعكست وصورت فيديو ما عرفت شنو. رانا طوي من هاد الوحدة انا كنقول لك رانا طوي. تي رايح تي رايح تي رايح تي رايح ارى شي حاجة بالي صافي. وصافي البنات كان هذا الفيديو ديال هاد النهار، نتمنى انه يعجبكم. ما تنساوش تكتبوا لي الاراء ديالكم في لا كومونتير. يلاه سلام. ما تنساوش تكتبوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، شنو باغيين تشوفوا في الفيديوهات الجداد، شنو جا كيفاش جاكم هادشي اللي شريت، الاراء ديال التنسيقات ديالكم. وغادي نخلي لكم البنات كل حاجه منين خديتها في لاباغ دانفو اولا في خانه الوصف. وصافي البنات كنبغيكم بزاف، بزواج ما تنساوش تدخلوا الانستغرام ديالي نخلي لكم هنا.